اللي عمله بابا فاسيليو الشوط الثاني هو اللي احنا حذرنا بينه بين الشوطين، وعماره قال ان لازم غازي المحله ما ينزلش مندفع الشوط الثاني ويجري ورا النتيجه، لانه لو ده حصل النتيجه هتزيد اكتر، وده حصل. اللي بابا فاسيليو عمله على مدار 90 دقيقه النهارده بالنسبه لي قصاد فريق زي بيراميدز بامكانياته الفرديه وبمدرب متمرس جدا 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 في اسلوب اللعب المباشر وفي الدوري المصري، هو بالنسبه لي انا انتحار. اللي عمله النهارده انك تدي المساحات دي كلها والكم ده من المساحات لرمضان صبحي ومصطفى فتحي وفخر الدين بن يوسف عبد الله السعيد، كل ده حاجه صعبه جدا 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 من غزل المحله، وخلت ودت الاريحيه لبيراميدز ان هو يوصل بالنتيجه لده، وكان ممكن تزيد عن كده كمان. في الناحيه الثانيه بيراميدز غزل المحله ما بقاش قادر اصلا يصنع فرص، لان خلاص في تفوق كامل وكاسح من لعيبه بيراميدز لغزل المحله في كل مراحل اللعب. غزل المحله مش قادر لا يصنع فرص ولا قادر يلعب على التحولات مثلا فيضرب بيراميدز من في ظهر الباكين، ولا قادر يعمل اي حاجه. انت دخلت في ان انت تلعب بنديه وتبقى ند لند وتشوف مين اقوى، وطبعا بيراميدز اقوى بكتير جدا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي واسلوب اللعب. فبابا فاسيليو النهارده ادى هديه لباتشيكو ان هو لعبه الجيم اللي هو بيحبه، لعبه المباراه اللي هو بيحبها، خرج من مناطقه وحاول يلعب بنديه معاه، حاول يسيطر على الكوره، يلعب بوزيشن جيم. وده بالنسبه لباتشيكو ده فرصه ممتازه ليه، هو مدرب يا دوبك يقدر يستحوذ على الكوره ويلعب كوره سريعه ومباشره على المرمى، وده اللي لقاه النهارده بيراميدز. فانا شايف النهارده بابا فاسيليو ادار الماتش بشكل سيء، وده تكرار لعدم قراءه بابا فاسيليو للمنافسين. ده حصل النهارده، حصل في ماتش سيراميكا كليوباترا اللي فات، حصل في ماتش الاهلي اللي كان في المحله. دي كلها فرق تتفوق على غزل المحله من ناحيه الامكانيات الفرديه، دي كلها فرق بتجيد جدا جدا التحولات واللعب المباشر، ما ينفعش تنزل تلعبها زي ما بتلعب الفرق الثانيه اللي بتنزل تلعب بدفاع منطقه زي حرس الحدود او الداخليه او انبي. كل فريق لازم يبقى عندك من المرونه ان انت تواجه كل فريق حسب قدراتك وحسب الفرق بينك وبينه. بابا فاسيليو عايز يمشي على طول الخط بان هو الفريق اللي مستحوذ وهو الفريق اللي يبقى ليه الاسبقيه واللي يبقى ليه المبادره، ده مش هيمشي، لان غزل المحله مش جاهز لده كفريق، هو كفريق فردي فرديا مش جاهز لده، وقصاد فرق اقوى منك انت هتديهم المساحه ان هم يحققوا مكاسب مريحه زي ما حصل في الماتشات اللي احنا قلناها.